طيب تعال نقول بسم الله وتعالى نبدا على ليسون 1 في يونت 1 وتعالى نشوف الاكسرسايز عليه. يلا يا دكتوره جمانه. نابك ناشونال بارك از ان ساوث لندن ولا ساوث سيناي ولا ساوث الكسندريا؟ سيناي. يبقى هنا اهو الصحراء او غابه النبق ده هي او حديقه النبق موجوده في جنوب سيناء. يلا يا سكره. Along the coast there are 4.8 kilometers of orange ولا apple ولا mango ولا mangrove forest. مانجروف. هات اللي بعديها. يبقى على طول الشاطئ او الساحل لمسافه حوالي ما يقرب من 5 كيلو دول شجر مانجروف. يلا يا لميس. مانجروف فورستس ار سو امبورتنت فور ذا مارين ولا فريش ووتر ولا ديزرت ولا فورست ايكو سيستم؟ لا، هي ثانيه واحده، مش هي بتنمو في البحر؟ طيب البحر ده اللي هو المارين البحري ولا الفريش ووتر المايه العذبه؟ ها المياه العذبه ولا الديزرت الصحراء ولا الفورست الغابه؟ لا الفريش ووتر، لا مش مياه عذبه، انا بقول ان هي بتنمو قرب البحر. صح، البحر اللي هو المارين، برافو عليك. يبقى المارين ايه؟ المارين ايكوسيستم. تمام يا مستر. يبقى دي تبع الايه؟ ليه مش انت قلت لي بتنمو على البحر الاحمر؟ طب ما البحر ده مش مياه عذبه ولا مياه عذبه؟ مش مياه عذبه. هات اللي بعده. مانجروف تريز can grow in salt ولا coal؟ اهو بتنمو في انهي ميه بقى؟ ها الايه؟ salt. برافو عليكي، في الميه المالحه. هات اللي بعده. مستنيك لوجي. هنا الكلمات دي انا هحطها هنا. هاي ساره، وير ديد يو جو يسترداي؟ انت رحتي فين يسترداي؟ اي ونت اون ا سكول. ا سكول مارين ولا سكول فيش ولا سكول تريب ولا سكول سيناي؟ انا عايز اقول رحله مدرسيه. ها هتبقى ها برافو عليك. يبقى سكول، هي اسمها تريب مش كريب، يبقى سكول ايه؟ تريب، اللي هي رحله مدرسيه. يلا يا رولا. تو نابك ناشونال بارك، يبقى احنا رحنا رحله مدرسيه لمين؟ للنابك ناشونال بارك. وير از نابك ناشونال بارك؟ فين بقى النابك دي موجوده؟ فين؟ اتس ان ساوث مارين ولا ساوث فيش ولا ساوث سيناي؟ يبقى ساوث سيناي، اللي هي ساوث سيناي دي معناها ايه؟ لا جنوب ساوث سيناي اللي هي جنوب سيناء. طيب يلا بينا، يلا بينا تعالى نكمل. To learn why mangrove forests are so important for the، علشان نتعلم عن غابات المانجروف ليه أهميتها مهمة. For the إيه؟ marine ecosystem. أهي جت يا لميس تاني، marine ecosystem. يلا يا سكرة. Hundreds of different kinds of fish. يبقى دي نمبر إيه؟ 4. تعالى نكمل. طيب the mangrove forest is there in the Red Sea. يعني شجر او غابه المانجروف ده هي تعتبر ايه بالنسبه للبحر الاحمر؟ تعتبر الاصغر ولا الاطول ولا الاقصر ولا الاضخم؟ مين عليه الدور؟ يلا يا لميس. احنا قلنا الغابه ده هي بتمتد لمسافه 5 كيلو، يعني تخيلي 5 كيلو مسافه طويله قوي. انا بقى بعتبرها ان هي ايه؟ طول، يعني طويله زي طولنا كده. هل الأشجار دي كطويلة بس؟ لا أنا عايز مساحة. جدعة شاطرة، يبقى لارجست أضخم. يلا يا حبيبة. مانجروف تريز ار سو فور ذا مارين ايكوسيستم. يبقى خلي بالك أنا عمال أكرر المعلومة دي مهمة. يبقى المانجروف ده هي مهمة للمارين ايكوسيستم، للإيه؟ للنظام البيئي البحري. طيب هي تعتبر إيه بقى؟ باد ولا أوفل ولا امبورتنت ولا هيلبلس؟ أنا عايز أقول مهمة. كلمة مهمة يعني إيه؟ حاولي تطلعي الكلمات اللي هي بعيدة شوية. هي بد يعني إيه؟ وأوفل وهيلبلس وإمبورتنت، فكري. جدعة شاطرة، يبقى إمبورتنت اللي هي مهم. طب خليك معايا في دي، أنا هترجم بقية الكلمات كده. بد معناها سيء، أوفل معناها فظيع، وهيلبلس معناها عديم الفائدة. طبعًا أنت مش محتاج تترجم، أنت كده كده إيه؟ هتبص على الفيديو ده. مانجروف ليفز ار فيري. معايا يا لوجي؟ شجر المانجروف ده بيكون ايه عشان ما يفقدش الميه؟ بيكون سن ولا ثيك ولا سليم ولا فات؟ سم. سم؟ فين سم دي؟ سليم. سليم؟ لا مش بيكون سليم. ها رولا. فات. فين فات دي؟ بيكون تخين؟ لا هو مش بيكون تخين. اسمع بقى الشطار الناس اللي مركزه. ها بيكون سك. سك معناها سميك، يعني سميك يعني كده تخين كذا طبقه.
ما هو تخين ده بيتقال مع البني ادمين، ما بيتقالش مع الورقه. مش هقول الورقه دي تخينه، في حاجه اسمها الورقه دي تخينه؟ لا. اسمها سميكه. اهيانا نكمل. يلا يا سكره. مانجروف تريز هيلب يونج فيش تو، بيساعد اليونج فيش تو ايه بقى؟ احنا فاكره ساعه ما قلنا لك السمك الكبير بيجي يخش وراه في المكان ده؟ استني يا حاجه بس افهمي. السمك الكبير، يا بنتي اسمعي افهمي بس الاول، السمك الكبير بيجي يخش ورا السمك الصغير ما بيعرفش ايه يصطاده، يبقى السمك ده بينجو. عايز اقول ينجو يعني ايه بقى؟ مين اللي عليها الدور؟ أنا. انت، يبقى سيرفايف ينجو. انا ما قلتش، لا انا قلت مكان. طب خلاص حقكم عليا انتوا الاثنين، هي جاوبتها ينجو سيرفايف. اتفضلي يا دكتوره سكره. بيز ميك ا سبيشال، البيز ده هي بتعمل ايه؟ جات لك واحده سهله اهي. From the mangrove flowers، من المانجروف بتعمل شجر ولا شجر كين ولا هاني ولا ميلك؟ هاني. هو هاني ده اللي هو ايه؟ عسل. عسل ايه؟ عسل نحل، عشان في حاجه اسمها عصر عصر عصب ايه؟ عسل قصب السكر اللي هو الاسود المهبب ده. طيب نكمل. يلا يا لميس. In an ecosystem living things with non-living things. انا هحلها انا دي علشان، طب معلش هحلها انا، اديني فرصتي، انا ما حليتش انا النهارده خالص. بيقول لك في النظام البيئي ده هو الكائنات الحيه والكائنات الغير حيه انتراكت، اكتب عليها تتفاعل، بيتفاعلوا مع بعض. تمام؟ يبقى انتراكت اللي هي تالت واحده، يبقى في الايكو سيستم. احنا قلنا ايه الايكو سيستم؟ النظام البيئي. طيب اسال سؤال سرعه، هي المانجروف ده هي تبع انيو ايكو سيستم؟ مارين. يبقى تبع انهي ايكو سيستم؟ مارين. المارين ده اللي هو البحري ولا النهري ولا الصحراوي؟ بحر. البحر. يبقى دي كده بتنمو في البحار، ميه مالحه. طيب مين عليها الدور؟ يلا يا حبيبه. انيمالز، لميس ما جاوبتش. طب يلا يا دكتوره. انيمالز اند بلانتس ار، الانيمالز والبلانتس دول يعتبروا ليفنج ولا نون ليفنج ثينجز؟ ليفنج. هي ليفنج ثينجز يعني ايه؟ كائنات حيه. طب سكره دي تعتبر ليفنج ثينجز ولا نون ليفنج ثينجز؟ امر مشكوك في الموضوع. يبقى ليفنج ثينجز كائنات حيه، هي كائن حي. اه صح، كائن حي. طيب ولا نون ليفنج ثينجز؟ طب البنسل اللي ماسكاه ده ليفنج ثينجز ولا نون ليفنج؟ تمام. من على الدور حبيبه. مانجروفز تريز ار سبيشال بيكوز ذي كان جرو ان ووتر، المانجروف دي بتنمو في اي نوع من انواع الميه؟ ده سهله جدا. نزل ايدك. ريفر هانت اي سولت، مش هقولها سلتي بقى، الاي والال مع بعض بتتنطق او زي كلمه بول. سولت. سولت يعني ايه؟ مالح. شاطر. يلا يا لوشي. مانجروف فورستس، المانجروف فورستس غابات المانجروف كل ولا بروتكت ولا دامج ولا ديستروي ذا مارين ايكو سيستم، المانجروف ده هي بتعمل ايه في النظام البحري؟ يا ترى كل ولا بروتكت ولا دامج ولا ديستروي؟ بروتكت معناها يحمي، لكن كل معناها يقتل، لكن دامج معناها يدمر هي وديستروي او يتلف. يبقى بروتكت. شطوره. خالتي رولا. The leaves of mangrove trees take more carbon dioxide ولا oxygen ولا nitrogen ولا water from the air than other trees. هي بتاخد ايه بقى؟ عاش. طيب بتاخده كم مره؟ اسرع من الحاجات. فور. اه عاش، ناس مذاكره. هاتولي جمانه. مانجروف هاني هيلب فايت سام، بيساعد في محاربه بعض الايه؟ البيبول ولا انسز؟ انسز. بيساعد في محاربه بعض الامراض. يلا يا سكره. ذا بلانتس انيمالز اند انسكتس وذ ايتش اذر تو سرفايف، انا حللها فوق. الكائنات النباتات والحيوانات والحشرات بتتفاعل مع بعضها لكي ايه؟ عندنا حلتها يا حلاوه. طيب ماشي، يتفاعل بقى، اني واحده فيهم يتفاعل؟ يتفاعلوا مع بعض لجي. بروتكت معناها يحمي، انا كاتبها فوق اهي، ما كاتبها فوق اهي، يبقى هقول عليها ايه؟ ها عايش. انتراكت. انتراكت معناها يتفاعل. تمام. طيب كمل معايا، كمل معايا. هات لي بيج نمبر 21. هنكتب ولا الرقم؟ تعالى الرقم، ما عنديش مشكله. مين عليها الدور؟ حبيبه. يلا يا حبيب. سكره. يلا يا سكره. هات المانجروف. المانجروف بقى بتعمل ايه؟ بصي عشان ما تفكريش كتير، لما يجيب لك مانجروف الزقي فيها كلمه تريز، يبقى مانجروف تريز، اشجار المانجروف. عايز فيرب،
هيلب يا انت هي حبيبه اصلا لا سكره اللي هتجاوب وادها فرصتها يبقى هيلب بتساعد ايه ماشي بس الفيش ده قبل يانج يبقى يانج فيش يبقى بتساعد مين اليانج فيش اليانج فيش علشان ايه سيرفايف يانجو طيب هات اللي بعديها الان ايكو سيستم هو عباره عن ايه عايز اقول يكون از فكر بالظبط يبقى ان ايكو سيستم از ان اريا هي منطقه ماشي كمل بقى انا هوقف الفيديو هون لحد ما تخلصها وتوريها لي يبقى ان ايكو سيستم تكون ايه اول ذا انيمالز كل الحيوانات اند بلانتس ان ان اريا في منطقه معينه يبقى تعالى نقولها تاني ان ايكو سيستم هي عباره عن ايه از اول the animals and plants in an area طب هات اللي بعديها هوقف الفيديو لحد ما تحلها هبدا بمانجروف احنا قلنا مانجروف مش لا ايوه مانجروف ليفز اشجار المانجروف ار فيري ثيك بتكون ايه سميكه جدا الله ينور هات اللي بعده ذا ايكو سيستم كان بي از بيج از ا فورست ولا ليك ولا سي ولا ريفر طبعا هنا اهو انا هبدا ايه هقرا القطعه دي ان ايكو سيستم از اول ذا انيمالز اند بلانتس اند اريا The ecosystem can be as small as pond or as big as a forest. يبقى هنا هو ممكن يكون big زي مين؟ Forest. Living things are things such as plants and إيه؟ الأشياء الكائنات الحية اللي هي living things تعتبر plants وإيه جوه هنا حي؟ Animals. عايش. What is an ecosystem؟ إيه الإيكوسيستم ده؟ Is all the animals. حط على أول سطر كده وحط عليها number 3. يبقى تعتبر كل النباتات والحيوانات في ايه في منطقه معينه يبقى ده هيجي يسال عليها كده ايه الايكو سيستم ده الانيمالز والبلانتس في اريا معينه why do the different species in an ecosystem need each other ليه كلهم بيحتاجوا بعض عشان يكونوا make a community to make a community عشان يعملوا ايه مجتمع to make a community عشان يعملوا ايه مجتمع هات اللي بعده هنا بيقول لي اكتب باراجراف بص كده اهو جه عن مين عن المانجروف اكتب عليه اتش دبليو خلي بالك عايز 50 كلمه يعني حضرتك لا هو انت هنكتبها في بره في حاجه بره يبقى 50 كلمه دي يعني ما يقرب من مثلا كده 13 جمله او 14 جمله على الاقل يعني ممكن تزود بقى تعالى ناخد درس جديد